نعيشها هنا على المسرح، تخليني نعيش بعدين معناها أيام وأشهر وسنوات سعادة وعطاء فني وحب، وهذاك الكل يعيشني. أكيد مع تقدم العمر والإكسبيرينس نحاول شوية شوية نكون نقدم أحسن ما عندي ونسيطر على بعض، لأنه الحماس أحيانا يكون عدو الإنسان والفنان خاصة. ولكن أنا حسيت أنه اليوم بالذات لازم يعني كان موجود. ثلاث ساعات ما شاء الله، واندماج كبير، حالة من السلطنة الرهيبة مع جمهور، وأنا خصيصا حسيت بها. أنا استمتعت، يعني أنا العرض هذايا ربي يخليك يعيشك، وأنا استمتعت بوجودكم الكل. أنا العرض هذا حسيت بقيمة الجمهور للفنان، يعني حسيت قديش أنا أسعدت، روحي سعيدة بالحق، راه والله من قلبي قاعدة نحكي، روحي سعيدة، وإن شاء الله نكون أنا أعطيت السعادة للجمهور بإذن الله.